مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. عقارات صالح في صنعاء، معسكرات تدريب للحوثيين. 3000 كلمة كتبها المبعوث الأممي بخصوص الحديدة. وفي الأخبار المنوعة، ضرب رأس ترامب لتخفيف الضغط في شانغهاي. أهلا بكم. وأخيرا، يمكن للنازحين إلى مأرب رؤية وجوه بعضهم في الظلام، فقد قررت السلطة في مأرب إيصال الضوء إلى منطقة النازحين في الجفينة. ونطالع من المصدر أونلاين، محافظ مأرب يوجه بتوفير الكهرباء للنازحين في مخيم الجفينة. وقال الموقع إن المحافظة وجه مدير شركة الكهرباء في المحافظة بتوصيل التيار الكهربائي للنازحين في مخيم الجفينة بالمدينة، وتوفير محول كهربائي لمعالجة التيار المنخفض. جاء التوجيه بعد شكوى النازحين في المخيم، حيث تعثرت المعاملات السابقة في توصيل الكهرباء لمخيمات النازحين الذين يعيشون وضعا صعبا في مخيمات النزوح. وارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير في المنطقة العربية خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى درجات مرتفعة في محافظة مأرب الصحراوية. وزاد من شدة الحر الانقطاعات المتكررة للكهرباء وضعف التيار والتوصيل العشوائي. يقول مسؤولوها إن ذلك بسبب الإمكانات البسيطة المتاحة للشركة في مقابل الانفجار السكاني الكبير. بعد قرابة عام ونصف على مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد ميليشيا الحوثي، يبدو أن الجماعة المسلحة حولت عقارات وبساتين صالح وعائلته إلى أماكن تدريب ومناورات، وفقا لتقريره أو تقرير نشره موقع يمن مونيتور. عقارات عائلة صالح في صنعاء، معسكرات تدريب للحوثيين. وقال سكان في صنعاء يعيشون بالقرب من تلك الممتلكات ليمن مونيتور إنهم يسمعون إطلاقا للنار بشكل دائم، ويلاحظون حركة المقاتلين في تلك المساحات التي تتواجد في الجهة الجنوبية في العاصمة صنعاء. ونقل مراسل يمن مونيتور عن قيام جماعة الحوثي بتخصيص مساحات واسعة من الأحواش والبساتين كمعسكرات تدريبية لمراهقين تقوم جماعة الحوثي باستقطابهم وإرسالهم إلى جبهات القتال. وأضاف الموقع إن مسلحي الجماعة قد حولوا المساكن والبساتين والمزارع إلى محطات لاستقبال وإطلاق مقاتليها بشكل ملحوظ، وبصورة أصبحت معروفة لدى المواطنين والأحياء المجاورة. وقال أحد المواطنين الساكنين بالقرب من أحد منازل صالح إن جماعة الحوثي المسلحة تستقطب مراهقين وأطفالا من الأرياف وتدربهم في منزل صالح ونجله. كيف يمكن إحياء عملية السلام الميتة في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب الخطاب الروحاني مقاله المنشور في صحيفة الواشنطن بوست، وأعاد نشره وترجمته المصدر أونلاين. نتابع. يبدو أن المصافحة بين رؤساء وفود الأطراف المتحاربة هي التقدم الوحيد الذي أحرز، فلا يوجد أي تحسن يذكر على الأرض منذ ديسمبر، فيما تتراكم العقبات الدبلوماسية باستمرار. لم يكن هذا الفشل مفاجئا لمعظم اليمنيين الذين كانوا منذ البداية مترددين في تعليق آمالهم على الاتفاق الجاري وإمكانية تنفيذه. ورغم تحذيرات الكتاب والمراقبين اليمنيين من أن المجتمع الدولي يحبذ النفعية السياسية على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، فقد بدا حينها أنه تم الضغط على الأطراف المتحاورة للتوصل إلى اتفاق محدود لجلب نصر وهمي. إنه ولتحقيق أي استقرار دائم في اليمن والمنطقة، فإنه ينبغي أن تأخذ جهود السلام في اليمن مستقبلاً مساراً مختلفاً، إذ يجب أن تبدأ خارطة الطريق للسلام في اليمن من الداخل. يحتاج المجتمع الدولي إلى استخدام موارده للمساعدة في إعادة بناء الحكومة الشرعية اليمنية، وأهم الخطوات هنا هي مساعدة الحكومة على التواجد بشكل أقوى في المناطق المحررة بالبلاد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة مثل توحيد قوات الأمن ودعم الجهاز القضائي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسات المالية. وهذا لن يحدث بالطبع ما لم تمارس ضغوط حقيقية على التحالف الذي تقوده السعودية وعلى الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة في محافظات جنوب اليمن
لوقف تمويل وتسليح الميليشيات غير الحكومية التي يتعارض الكثير منها بشكل مباشر مع الحكومة الشرعية التي تزعم الإمارات أنها تدعمها. لقد حان الوقت للشروع في عملية سياسية بين الأحزاب اليمنية المتحدة في معارضتها للحوثيين، ولكنها منقسمة في صراعها على السلطة، وهي مشكلة تعرضت لمزيد من الاستغلال خلال الأزمة الخليجية الحالية. ويمكن حل النزاع القائم بين الأحزاب السياسية اليمنية إذا شملت العملية إعادة تشكيل البرلمان اليمني في الأراضي اليمنية المحررة، وإعادة تقييم لأداء مؤسسة الرئاسة، بحيث تكون عملية اتخاذ القرار أكثر شمولية ولا تبقى رهينة بيد الرئيس هادي. رفضت الميليشيا الحوثية في صنعاء نظام البصمة الذي يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى اعتماده في مناطق سيطرة الجماعة للحد من سرقات المساعدات الإنسانية، ولوح كبار قادتها بإيقاف عمل البرنامج نهائياً إذا لم يخضع لآلية الميليشيا في توزيع المساعدات. ويعنون موقع مأرب بريس: الحوثيون يلوحون بطرد منظمة أممية، تنديد حكومي بتماهي الموظفين الأمميين مع سلطات الانقلاب. وقال الموقع إن هناك ضغوطاً كبيرة من جماعة الحوثي على برنامج الأغذية العالمي بعد الفضائح المتتابعة لسرقات المساعدات التي يقدمها من قبل قادة الجماعة وحرمان آلاف اليمنيين من الحصول عليها. رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور وعدد من وزرائه أبلغوا المنسقة الأممية عدم قدرتهم على تقديم أي تعهد أو ضمانات لإصلاح عمل برنامج الغذاء دون موافقة القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد المعين مديرا لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط. وكانت الميليشيا قدمت مقترحات، وهي شراء المساعدات الغذائية من قبل البرنامج الأممي من التجار الموالين للجماعة، أو تقديم المساعدات نقدا عبر الجماعة إلى المستفيدين. تسبب الهجوم على ناقلتي نفط في إجلاء أكثر من 40 بحارا إلى الجنوب من مضيق هرمز، وهو بوابة رئيسية لقطاع النفط العالمي. وفيما يلي بعض الحقائق عن المضيق كما نشرها موقع الحرف 28 نقلا عن وكالة رويترز، وعنوان الموقع: مضيق هرمز أهم شريان نفطي في العالم. وقال الموقع إن الممر المائي يفصل بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب، ويبلغ عرض المضيق 33 كيلو متر عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين. سعت الإمارات والسعودية إلى العثور على طرق أخرى لتجنب المضيق، وشمل ذلك مد المزيد من خطوط أنابيب النفط. وقالت شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية إن نحو خمس إنتاج العالم من النفط يمر عبر المضيق، أي نحو 17 مليون و400 ألف برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يومياً عام 2018. خلال حربهما بين عامي 1980 و1988، سعت كل من العراق وإيران إلى عرقلة صادرات نفط البلد الآخر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب الناقلات. الشارع المستبد. تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر إبراهيم مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا: لا يقل الشارع العربي ديكتاتورية عن الحاكم، فالاستبداد فطرة ومن طباع العربي، حتى إن شاعرا عربيا هو عمر بن أبي ربيعة قال: إنما العاجز من لا يستبد. وفي موسم الربيع العربي الذي يفترض به موسم حريات وأن يتنفس الناس من بعد طول اختناق، يشيع في الشارع العربي نوع أكثر رهبة من الاستبداد، هو استبداد المواطن بالمواطن واستبداد الناس بالناس. فالمشكلة في تربيتنا العربية أن تعريفنا للرأي الآخر هو أنه رأينا نفسه على أن يقوله شخص آخر، حتى إن مواطنا يقمع آخر وهما كلاهما في الطريق لمظاهرة تطالب بالحريات. والذي يدفع للاستفزاز أحيانا هي حالة التقديس والرمزية والهالة الفضفاضة التي يصنعها البعض لأسماء من الناس لمجرد أنها تسير في الصف الأول من التظاهرة، بدون الانتباه أن حالة القداسة هذه التي نضع فيها بعض الثوار هي تربية ديكتاتوريين جدد وتخصيب لمشروع استبداد جديد. هذا كله يدخل في ثقافة الاستبداد التي كان الحاكم يمارسها على شعبه، والمواطن يمارسها على زوجته، والزوجة على أولادها، والأولاد على شقيقاتهم البنات.
والمعلم على تلاميذه والمدير على موظفيه، ويمارسها الإمام الذي يخاطب المصلين بفوقية من ملك العلم وحده. وفي طريقها للتظاهر ضد الحاكم لم تنتبه تظاهرات الربيع العربي لهذه الثقافة، ولم تحاول التخلص منها، ولم يسمح المواطن للتعددية أن تخرج من سجنها كما خرج هو. ربما علينا إذن أن نفهم أن الثورة الحقيقية والمطلوبة هي ثورة وعي وتغيير ثقافي ونهوض معرفي، وليست مجرد استبدال حاكم بآخر جديد هو بدوره سيستبد حتما، انسياقا لمقولة شاعره العربي الذي يعيره بعجزه إن لم يستبد. يعيش اليمنيون عامهم الخامس في أتون الحرب التي جعلت معاناتهم أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب ما تؤكد المنظمات الأممية المعنية في هذا المجال وتعنون العربي الجديد: مساعدات لا تكفي في اليمن. تقول الصحيفة: يتمنى متلقو المساعدات في اليمن أن تلبى احتياجاتهم الحقيقية، ويبين المسح الأخير الذي أعدته مجموعة عمل المشاركة المجتمعية التي يديرها فريق من المنظمات الدولية أن 67% من المستطلعين المتلقين للمعونات يؤمنون بأن المساعدات تصل إلى أضعف الفئات المجتمعية، لكن 12% منهم فقط أكدوا بأن المساعدات تلبي احتياجاتهم ذات الأولوية. يقول أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي في صنعاء للعربي الجديد إن البرنامج يقدم أكثر من 60% من إجمالي المعونة الإنسانية المخصصة لليمن سنوياً، وعمله يقتصر على تقديم الغذاء، فيما خصصت حصة ضئيلة 15% من ميزانيته كمساعدات نقدية غير مشروطة، على أن تسلم لمن تنعدم لديه وسائل الرزق والدخل، وكثيرين من الذين يتلقون السلال الغذائية دوريا يضطرون إلى بيع أجزاء من غذائهم بنصف الثمن من أجل شراء مستلزمات طبخ الطعام. رسالة غوتيريش لمجلس الأمن 3000 كلمة حول الحديدة والمراقبين، وقد تابعتها صحيفة الشرق الأوسط وعلقت: تمديد وشيك لبعثة أممية انتهت مهمتها قبل أن تبدأ في الحديدة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أممية إن هناك تداولا لمعلومات حول عزم الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح التمديد لولاية ثانية لمراقبي الأمم المتحدة المشرفين على اتفاق الحديدة. وترى الصحيفة أن التمديد لأي بعثة أممية مسألة تحصيل حاصل، لكن اللافت في هذه البعثة يتمثل في أن المراقبين 75 سوف تنتهي ولايتهم الأولى المتاحة لهم، وهي 6 أشهر، ولم تطأ أقدام أغلبيتهم أرض اليمن باستثناء 15 منهم. رسالة بعث بها غوتيريش إلى مجلس الأمن حول اليمن تكشف الموقف بوضوح، إذ قال إن البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق، كما أنه يقر بأنها بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها. ماذا قالت الصحافة الفرنسية عن آخر المعارك لميليشيا الحوثي؟ نطالع ذلك من خلال صحيفة لوموند، والتي تمت ترجمتها خصيصاً لقناة بلقيس، حيث عنونت: هجوم جديد على مطار سعودي واعتراض 5 طائرات من دون طيار. وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية اعترضت 5 طائرات من دون طيار أطلقها المتمردون اليمنيون في هجوم ثان استمر يومين على مطار أبها. وقال التحالف في بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية واس: اعترضت القوات المسلحة الجوية والدفاع الملكي السعودي بنجاح ودمرت 5 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي على مطاري أبها وخميس مشيط الدولي. وأضاف البيان إن المطارين ما زالا يعملان بشكل طبيعي ولم يتم إلغاء رحلاتهما الجوية. تعلق الصحيفة الفرنسية: كثف المتمردون اليمنيون هجماتهم بطائرات من دون طيار في الأسابيع الأخيرة ضد المملكة السعودية التي تدخلت عسكرياً منذ العام 2015 في اليمن. تفيد لوموند: تدور الحرب في اليمن بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال وغرب البلاد وكذلك العاصمة صنعاء. من يأخذ بالسيف؟ تحت هذا العنوان كتب السوري ميشيل كيلو مقاله في صحيفة العربي الجديد، قال فيه: في نهاية عام 1979
زرت الأستاذ إلياس مرقص بعد أيام قليلة من انتصار الثورة الإيرانية الذي نشرت صحيفة الحزب افتتاحية احتفائية حوله بعنوان رياح الحرية تهب من الشرق. سأل الراحل الكبير: من منكم كتب هذه الافتتاحية؟ وقال: بدأ زمن الذبح. ذهلنا مما قاله الرجل، لكننا صعقنا منذ عام 1980 بسبب حجم الذبح الذي لم يتوقف أو يوفر شعوب المشرق والجزيرة العربية بعد عام من انتصار ثورة إيران بقيادة الخميني، وكانت أولى قراراته تصدير الثورة إلى الجوار بدءاً بالعراق. بالتزامن مع ذلك شهد المشرق حدثين: اختراق سوريا إيرانياً انسجاماً مع قيادة نظامها على سلطة طائفية تحالفت مع طهران وأسهمت في حربها ضد العراق، فكان ذلك أول تحالف مذهبي يشهده العصر الحديث بين دولة عربية وأخرى أجنبية. باختراق سوريا إيرانياً قبل إسقاط العراق أمريكياً وتقاسم مناطق النفوذ فيه مع طهران، كان من الطبيعي أن يشرف الأسد على تأسيس حزب الله، القوة التي قوضت توازن لبنان وهويته وربطت مصيره بإيران التي نظمت الحزب ودربته وسلحته كجهة طائفية مهمتها الاستيلاء على دولة لبنان الشرعية. يش انتقال سوريا من التحالف مع إيران زمن الأسد الأب إلى التبعية لها زمن ابنه بهوية الجهات الإيرانية التي قررت إغراق الشعب السوري بدمائه بعد شعب العراق. كم إسرائيلياً قتلت إيران الإسلامية مقابل كل 100,000 عربي؟ وهل كان دعمها الحوثيين والأسدين في اليمن وسوريا سلمياً؟ أم أنه أدخل شعبيهما إلى المسلخ الدموي الذي ذبح شعبي سوريا والعراق بالسلاح ويهدد لبنان بذبحهم أيضاً؟ يقول المسيح: من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. بعد 40 عاماً أخذت إيران جوارها خلالها بالسيف وحده، ويؤكد سلوكها أنها لن تخرج منه بقرار دولي لأنه خاضع في نظرها لسيادتها الدولتية. فلنعد أنفسنا إذن للغرق في بحار جديدة من الدماء بقرار إيراني، ولنأمل أن يكون آخر قرارات القتل، لأن الملالي لن يكونوا في السلطة ليتخذوا غيره. احتمالات الحرب. كتب أدريان بلومفيلد تقريراً في صحيفة الديلي تيليغراف عن احتمالية نشوب حرب في المنطقة بين أمريكا وحلفائها من جهة وإيران من جهة أخرى، ويشير التقرير إلى أنه رغم علم إيران وعلى مدى 40 عاماً فإنه ليس لديها القوة العسكرية أو المالية اللازمة للوقوف في وجه الشيطان الأكبر، فقد سعت إلى التنافس استراتيجياً معه، وتضمن ذلك تسليح ميليشيات مستعدة لخوض حرب عصابات مع حلفاء الولايات المتحدة من أمثال حزب الله وحماس والحوثيين، والعمل سراً على برنامج تعتقد واشنطن أنه تم تصميمه لصنع قنبلة نووية. ويوضح المقال كيف استفادت إيران من إشرافها جغرافياً على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تعده الولايات المتحدة أهم نقطة تفتيش في العالم، والذي يمر منه خمس إمداد النفط العالمي يومياً معظمه من دول الخليج وعلى رأسها السعودية. وتبين الصحيفة وفق ترجمة البي بي سي أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها، إذ يعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط. ويظهر ذلك من تصريحات روحاني الذي قال مخاطبا الرئيس ترامب: لا تلعب بذيل الأسد لأنك ستندم، في حين يرى البعض أن إدارة ترامب تسعى إلى جر إيران لتبدأ الحرب في إعطاء ذريعة لأمريكا للقضاء على قواتها العسكرية كما عملت عام 1941. ويخلص التقرير إلى القول إنه ربما يكون من الخطأ استبعاد الحرب اعتماداً على استنتاج بأن إيران ستكون عقلانية في تصرفاتها في الوقت الذي ملأ ترامب المنطقة بقواته البحرية في محاولة لمنع إيران من بيع النفط. وفي الأخبار المنوعة نطالع من صحيفة الحياة اللندنية ضرب رأس ترامب لتخفيف الضغط في شنغهاي. وقالت الصحيفة: أثار مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروض ضمن معرض إلكترونيات في شنغهاي، ويمكن للزوار ضربه على الرأس بالمطرقة، ضجة كبيرة في خضم الحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن.
وتقدم منصة مكافحة الضغط النفسي في معرض شنغهاي للإلكترونيات مجسماً لترامب مع رأس يتحرك بواسطة زومبورغ. ويوضح أحد الزوار للمعرض بعد توجيهه ضربة كبيرة على رأس ترامب المزيف: كان من الأفضل لو استطعت استخدام يدي ورجلي، المطرقة لا تشفي غليلي. ويقول هذا الشاب البالغ من العمر 31 عاما: بصراحة ليس لدي انطباع جيد عنه، هو ليس ودودا تجاه الصين في هذه المرحلة. هل كان باستطاعة الحوثيين أن يحولوا اليمن إلى منصة إيرانية لإطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة وطائرات الدرونز على ذلك النحو الذي باتت فيه إيران تستعرض قواتها بتهديد أمن المنطقة، لو أن مشروعها منذ اليوم الأول قد كسر في أهم حلقاته دون تردد أو حسابات من أي نوع؟ بهذا التساؤل بدأ السياسي المعروف وسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع بلقيس مضيفا: كم هي الفرص التي أهدرت لكسر هذا المشروع كان آخرها التوقف عند آخر نقطة في المسيرة الطويلة التي انطلقت من ربوع عدن في الركن الجنوبي الغربي باتجاه بلاد الصبيحي والمخا وباب المندب حتى مشارف الحديدة لتشكل أهم حلقة في تطويق الانقلابيين وأهم عنصر في معادلة الصراع والقوة. انتهت المسيرة التي اجتثت من أمامها بتضحيات غالية كل ركائز ومعسكرات وألغام الانقلابيين وتجمعاتهم الميليشاوية وعنفهم إلى النقطة التي سيظل التخلي عندها عن استكمال مشوار التطويق وكسر الانقلاب لغزاً محيراً مهما فسر بضغوط دولية أو خلافه. لا شك أنه بحساب معادلة الصراع كان خطأً كبيراً، حيث تبين من النتائج التي تمخضت عنه أن التخلي عن عنصر القوة في المعادلة دون مقابل لا يمكن أن يكون أكثر من مجازفة ورهان على المجهول، وهذا ما تفسره النتائج حتى اليوم. امتص الحوثيون ومعهم الإيرانيون هجوم الساحل الغربي بمساعدة المجتمع الدولي، وأخذوا يناورون بعملية السلام التي لم يؤسس لها مركز ثقل على الأرض يجعلهم مضغوطين بعوامل قوية ومجبرين على النظر إلى السلام. كل ما في الأمر هو أن الحوثيين ومعهم إيران واصلوا انقلابهم على السلام دون أي اعتبار للمجتمع الدولي وصراخه بشأن الوضع الإنساني. خلاصة الأمر هو أن كل الجهود لوقف الحرب وتحقيق السلام تصطدم بحقيقة أن الحوثيين ليسوا مؤهلين للحديث عن السلام، طالما أن إيران تريد استمرار الحرب واستخدام اليمن كمنصة لتهديد أمن المنطقة. في جولتنا المصورة لهذه الحلقة صور متنوعة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نتابع. وإلى الكاريكاتير، فالمنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر الفن أو فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم والأخبار نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.